مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب سال يوما السيد المسيح له كل المجد جماعه الفرسين قائلا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له هو ابن داود فقال الرب يسوع لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربّا فان كان داود يدعوه ربّا فكيف يكون ابنه مع أنه عمر هذا الحوار أكثر من ألفين سنة إلا أن السؤال عن من هو يسوع ما زال أكثر الأسئلة التي تطرح على الساحة يومنا هذا من هو يسوع المسيح؟ هل يسوع المسيح كان مجرد معلم صالح عاش وعلم وبسبب ما علمه تمت محاكمته وحكم عليه بالموت؟ أم أن يسوع المسيح مجرد نبي من الانبياء اتى برساله محدده من الله ام ان يسوع هو الكلمه المتجسد الله الظاهر في الجسد وهنا يطرح البعض سؤال في غايه الاهميه وهو سؤال في سوره التحدي ايضا اين قال يسوع انا الله فاعبدوني هل قال يسوع مره عن نفسه انه هو الله هذا هو موضوع حلقه اليوم من برنامج عبر الكتاب واتمنى انه خلال هذه الحلقه والحلقات اللي جايه نجاوب على هذا السؤال بكل وضوح. المسيح من هو؟ بذكر حضراتكم بان خطوط التليفونات مفتوحه وبنرحب بكل مداخلاتكم وبكل ايضا اتصالاتكم واسئلتكم المرتبطه بهذا الموضوع. يسوع المسيح من هو؟ من هو؟ حتى تلاميذ مرة سألوا هذا السؤال عندما هدأ الرب البحر والريح بكلمة قالوا من هو هذا؟ من هو هذا؟ من هو يسوع المسيح؟ فيسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد لما نيجي إلى حقيقة مهمة جدا وهي حقيقة حقيقة لاهوت المسيح نحن نتكلم عن موضوع نحن نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وفي دراستنا عن من هو يسوع المسيح. يسوع المسيح قال عن نفسه حاجات كتير جدا، وده بيخلينا نتساءل عن من هو يسوع المسيح. المسيح قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيح قال عن نفسه إن هو غافر الخطايا. المسيح قال عن نفسه ان هو وحده الذي عنده المعرفة الكاملة والحقيقية عن الله. المسيح قال عن نفسه ان هو رب السبت. المسيح قال عن نفسه ان هو نور العالم. المسيح قال عن نفسه ان هو مصدر ومعطي الحياة. المسيح قال عن نفسه ان هو الديان. المسيح ايضا قال عن نفسه ان هو مريح التعابة قال انه كلامه لا يزول. قال انه ازلي ووجوده سابق لوجود ابراهيم الذي عاش قبل المسيح باكثر من الفي سنه. قال إنه هو باني ومؤسس للكنيسه. قال إنه هو القيامه والحياه. قال إنه هو الراعي الصالح. هذه بعض الاشياء التي او بعض الاقوال التي قالها يسوع المسيح عن نفسه. لكن ياتي السؤال مره ثانيه اين قال المسيح انا الله في الكتاب المقدس خلونا نشوف أول فيديو وبعدين نيجي نكمل حوارنا عن هذا الموضوع الهام So the major difference between the Muslims and the Christians is that most of the Christians think that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon himself, says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity just now. طيب هذا هو هذا هو السؤال وهذا هو التحدي. السؤال والتحدي أين قال المسيح إني أنا الله؟ وزي ما قال في الفيديو أنه لو المسيح قال أنا الله أنا مستعد أن أنا أترك الإيمان الإسلام وأبقى مسيحي طبعاً إحنا هنحاول نجاوب على هذا السؤال بكل وضوح ونحاول أيضاً نؤكد على أن المسيح قال عن نفسه أنه هو الله الذي ظهر في الجسد أنا كل حواري في هذه الحلقة هيكون منصب على الاناجيل الاربعه يعني انا مش هتكلم عن أه متى سوريا اتكلم عن بطرس قال ايه في رسائله ولا يوحنا قال ايه في رسائله ولا بولس الرسول قال ايه في رسائله مع انه ده مهم وجزء من الاعلان الالهي لكن انا هتكلم عن الاناجيل الاربعه فقط اللي هي بتتناول حياه شخص الرب يسوع الاناجيل الاربعه اللي بتتكلم عن حياته من أول ميلاده وحتى صعوده إلى إلى السماء كل هذه الأناجيل الأربعة هنشوفها مع بعض بتقول لنا إيه عن شخص يسوع المسيح يسوع المسيح هل قال عن نفسه أنه هو الله الظاهر في الجسد طيب كلم أول حاجة هناك ألقاب بنسميها ألقاب المسيانية أو الأسماء المسيانية الأسماء الأسماء اللي هي بنديها أو بيديها الكتاب لشخص المسيح فالأسماء دي أو الألقاب دي هم ثلاثة ثلاث تلات ألقاب أول حاجة أنه المسيح هو المسيح يعني هيبقى يطلق عليه اسم المسيح وهو أيضا الاسم اللي متاخد منه كلمة المسيح بالعربي فكلمة المسيح يعني الممسوح هو الشخص المعين هو الشخص المخصص هو الشخص المعين لهذه الارساليه انه يخلص العالم وينقذ العالم من الهلاك فهو المسيه لقب او اسم المسيه او لقب المسيه مهم جدا الاسم الثاني او اللقب الثاني هو ابن الله ابن الانسان المسيح اطلق عن نفسه مرات ومرات 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 عديده جدا في الاناجيل الاربعه عن ابن الانسان فمن هو ابن الانسان من هو ابن الانسان اذا استطعنا ان احنا نفهم يعني ايه المسيح واعلان المسيح عن نفسه ان هو المسيح وفي نفس الوقت نفهم عن اعلان المسيح عن نفسه ان هو ابن الانسان والاعلان الثالث هو ان المسيح هو ابن الله فانا عندي هنا ثلاث اشياء مهمين جدا اسميهم القاب اسميهم اسماء للمسيح فان هو المسيح ان هو ابن الانسان ان هو ايضا ابن ابن الله فناخد لقب لقب من هذه الالقاب الثلاثه ونشوف المسيح اعلن عن نفسه ازاي واتكلم عن نفسه باي صوره اول حاجه لازم نعرف انه العهد القديم اتكلم عن الشخص المسيح كثيرا جدا فالعهد القديم موضوع الأساسي هو شخص يسوع المسيح له كل المجد إنه نسل المرأة إنه من سبط يهوذا انه انه سياتي من نسل ابراهيم انه سيتالم انه سيولد في مدينه بيت لحم انه ايضا صفاته القابه أسمائه خدمته موته وصلبه وقيامته كلم عنها كلها العهد القديم لكن انا يهمني جدا في العهد القديم حاجتين يساعدونا على فهم طبيعه المسيح يعني مين هو المسيح المسيح اتقدم في العهد القديم على انه نسل المرأة من نسل المرأة المسيح تقدم على أنه من سبط يهوذا المسيح تقدم أيضا على أنه ابن داود بحسب الجسد لكن هناك أيضا أوصاف للمسيا تتخطى الإنسان تتخطى حدود الإنس... تتخطى حدود الإنسانية الألقاب دي مهمة جدا أو النبوات دي اللي بتتكلم عن المسيح أنه أعظم من كونه انسان عشان كده هطلع شويه بالسلايدز لفوق علشان اتكلم عن المسيح في نبوتين في العهد القديم بيتكلموا عنه على انه هو شخص ازلي شخص ازلي اول واحده من هذه النبوات موجود في ميخا اصحاح خمسة وعدد اثنين والنبوة دي مهمة جدا لأنها بتساعدنا نفهم مين هو المسيح فالمسيح ليس مجرد إنسان وليس مجرد بحسب الجسد إبن داود، لكنه أيضاً أعظم من كونه إنسان. هناك صفات وأوصاف للمسيح في العهد القديم تجعل منه أعظم من مجرد كونه إنسان. شوفوا هنا النص الكتابي اللي بيتكلم عن ميلاد المسيح. إيه؟ أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل فمن فمن من بيت لحم من سبط يهوذا من هذه المدينة الصغيرة هيخرج هيخرج اللي هيكون متسلط على بيت إسرائيل هيخرج المسيح يبقى المسيح هيولد في بيت لحم المسيح هياتي من سبط يهوذا المسيح هياتي كابن لداود لكن في حاجه ثانيه بيقولها عن المسيح تتخطى كونه انه مجرد انسان يقول ايه وما خارجه منذ القديم منذ ايام القدم يبقى المسيح مخارجه منذ القديم منذ ايام القدم يعني هو شخص ازلي طب احنا هنا نتكلم عن العهد القديم احنا لسه ما رحناش للعهد الجديد انا بس حابب اقول لكم ان المسيا في العهد القديم ليس مجرد كونه فقط انسان ابن داود بحسب الجزء لكنه اعظم من انسان مش كده لما نيجي للعهد الجديد ونتكلم عن المسيح وعن القاب المسيح وعن فهم اليهود لمن هو المسيح نبقى مدركين إنه الكلام اللي بيقوله يسوع شخص يسوع المسيح عن نفسه أنه مش بس مجرد أنه ابن داود بحسب الجسد بيقول عنه وما خارجه منذ القديم منذ أيام الأزل ودي حقيقة مهمة قوي حقيقة بتقول لنا أنه المسيح أزلي وإذا أثبتنا أن المسيح أزلي يكون المسيح هو الكلمة المتجسد الله الذي ظهر في الجسد الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب منذ الأذل قد قد خبر طيب خليني أخذ مكالمة وبعدين نكمل مع حضراتكم هذا الموضوع ألو 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 أيوة معك ايوه استاذ اهلا وسهلا سامعك عليكم السلام اهلين أخي. آه عايز, عايز 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 اسال السؤال ايوه تفضل نحن آه نستمع للبرنامج دلوقتي آه بيقولوا بان المسيح هو بصوره الله كويس ولو كان لو كان المسيح بصوره الله آه واحنا مثلنا قلنا بان المسيح مات حرقا مم. يعني ان الله غير موجود الان يعني ميت طيب يعني السؤال حضرتك بتقول انه اذا كان المسيح مات فيبقى الله ميت صح؟ ايوه كده طيب عايز انا عشان لو كان لو كان لو كان في صوره بشر يعني البشر ده اللي قلنا آه. اللي هو المسيح ميت آه. يعني ان الله ميت طيب ده, ده ده سؤال كويس وانا هجاوب على الله وانا هجاوب على حضرتك واشكرك على على اتصالك طبعا انا اتكلم عن الجزء ده بالتفصيل من هو يسوع فالحلقات اللي جايه كلها هنحاول نجاوب على هذه الاسئله لكن لما يقول انه انه المسيح هو صوره الله غير المنظور هو معناها انه هو الاعلان الحقيقي عن الله الغير منظور الله محدش يعرف حاجه عنه لكن الكلمه الذي صار جسدا يسوع المسيح هو الاعلان الحقيقي عن شخص الله من راى يسوع راى الله راى صفاته راى اعماله راى قدرته راى محبته رأى, راى عطفه راى ايضا سلطانه راى هيمنته على كل الاحداث راى الله في ذاته وعش كده الرب يسوع قال من رآني فقد رأى الآب لكن لما نتكلم عن الموت المسيح اللاهوت لا يموت الجسد يموت لكن اللاهوت لا يموت لكن اللاهوت لم يفارق الناسوت حتى في الموت ودي حقيقة أنا عارف إنها صعبة كتير على إخواتنا المسلمين إنهم يدركوها لأنه إذا أدركنا كل حاجة عن شخص الله يبقى الله مش الله يعني يعني يبقى الله ده يبقى شخص عادي زينا لكنه بعقولنا بحسب الإعلان الإلهي المعطى لنا إنه هناك سر سر التجسد ده سر عظيم جدا وأيضا سر موت المسيح أيضا موضوع مهم جدا لكنه الحقيقة أن اللاهوت لا يموت لكن المسيح بحسب الجسد مات بحسب خطايانا المسيح أيضا قام من بين الأموات لكن اللاهوت لا يموت وأنا هتكلم عن الموضوع ده بأكثر استفادة في الحلقة دي والحلقات اللي جاية وأتمنى تكون الحلقات دي بتجاوب على أسئلة أخونا منير اللي اتصل من شوية طيب فالعهد القديم بيقول لي ان المسيح هو ابن داود بحسب الجسد لكن ايضا بيقول لي ان المسيح هو شخص ازلي ودي مهم جدا لانه لما اجي عن اوصاف المسيح او المسيح وكلام المسيح عن نفسه ان هو المسيح اقدر افهم الخلفيه اليهوديه لكلام المسيح وخلفيه العهد القديم عن شخص يسوع المسيح الحاجه الثانيه أو النبوة الثانية النبوة الثانية مهمة جدا لأنها أيضا موجودة في سفر إشعياء وفي أصحاح تسعة ومن عدد ستة إلى إلى سبعة يقول لنا إيه لأن يقول لنا لأنه يولد لنا ولد كويس يولد لنا ولد يبقى في هنا ولادة بالجسد يولد لنا ولد ونعطى ابنا ده في حاجة بقى أكتر من الولادة إنه هناك عطية هذا اللي داخل إلى العالم موجود قبل التجسد وهو عطية الآب لنا وكمان يقول لنا إيه وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد يبقى يبقى يجلس على كرسي داود لانه ابن داود وعلى مملكته ليثبتها ويعددها بالحق والبر من الان والى الابد فهو شخص ابدي لكنه قبل كده يقول لي ونعطى ابنا وتكون الرياسه على كتفيه وهذه الاوصاف الاربعه اللي كل وصف منها وصف مركب يدعى اسمه عجيبا مشيرا هو عجيبا في مشورته هو الها قديرا هو أبو الأبدية هو رئيس السلام هذه الأوصاف لا يمكن أبدا أن تطلق على على إنسان لكنها أوصاف تطلق على شخص أعظم من كونه إنسان النبوتين دول موجودين في العهد القديم لما نيجي للعهد الجديد نكتشف أنه العهد الجديد أيضا أكد لنا أنه شخص المسيح شخص أزلي فقال لنا ايه؟ قال لنا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، فهنا بيكلمني عن البدء والبدء هنا ليس البدء اللي بيتكلم عنه سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض، لكن البدء هنا قبل ان يكون البدء كان الكلمه موجوده. قبل ان يكون البدء كان الكلمه موجوده، والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. بعدين يجي في عدد 14 يقول لي والكلمه صار جسدا، فأنا عندي أزليه الكلمه وعندي انه الكلمه حصل هنا دخول الى العالم والكلمه صار جسدا وحل بيننا. حالته الأزليه انه كلمه منذ الازل موجود لكنه اللي حصل انه هذا الكلمه دخل الى العالم وتجسد الينا في شخص يسوع المسيح. الحاجة الثانية يوحنا نفسه في أصحاح ثمانية وفي عدد خمسة ثمانية كلام الرب يسوع مع اليهود كلام مهم جدا وهنا الكلام ده يعني يا إما الرب يسوع يكون مجدف فعلا يا إما يكون شخص حقيقي صادق يقول لنا إيه الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن طب يعني فكر معايا إزاي يقول شخص مجرد إنسان انه قبل ما يكون ابراهيم انا كان ازاي الفرق بين المسيح وما بين ابراهيم اكثر من 2100 سنه كويس يعني يعني الفارق الزمني رهيب جدا فمش ممكن ابدا يكون شخص يقدر انسان يقول انا قبل ما يكون ابراهيم انا كنت كائن ما نقدرش إلا إذا كان فعلا طبيعة هذا الشخص طبيعة مختلفة وطبيعة مميزة جدا وهو أنه أزلي في وجوده وسابق ووجوده سابق لتجسده وجوده سابق لتجسده طيب أنقل إلى حقيقة أخرى ومهمة جدا في كلامنا عن قلنا أن هناك ثلاث أوصاف أو ثلاث ألقاب لشخص المسيح في العهد الجديد وهو المسيح ابن الإنسان وابن الله لما نتكلم أولًا عن المسيح المسيا. المسيح المسيا المسيح المسيح مهم جدًا إن إحنا نعرف إنه النبوات اللي إتكلمت عن الشخص المسيح اليهود كانوا عارفينها كلها ودارسينها ومدركين هذه النبوات بكل أبعادها. لكن لما نيجي بقى للحقيقة إنه المسيح هو المسيا. خليني أنقل شهادة يسوع المسيح عن نفسه. أنه هو المسيح هل المسيح قال عن نفسه أنه هو المسيح وخلوا بالكم المسيح لما يقول عن نفسه أنه هو المسيح بيقولها بخلفية العهد القديم بيقولها مش بجرد أن المسيح هو ابن داود بيقولها على أنه أيضا هذا ابن داود له صفات تفوق صفات البشر هو أزلي هو مخارجه منذ الازل هو ابدي هو شخص يتصف بهذه الصفات التي يتصف بها شخص الله وحده فنيجي مثلا لاول جزء وبيشهد عن المسيح المسيح المسيا لما نيجي الى كلام الرب يسوع مع المراه السمريه وكلنا يمكن عارفين كلام الرب يسوع مع المراه السمريه لما الرب يسوع اخذها خطوه بخطوه ونقلها من مجرد انها تراه على انه ارى انك نبي الى انها تعترف به على انه هو المسيا المنتظر الذي تحدثت عنه كل نبوات العهد القديم قالت له المراه انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء خلوا بالكم من كلام الرب يسوع عشان الناس بتقول انه اين قال المسيح اني انا الله انه انه المسيح هنا قال عباره مهمه جدا المسيح قال لها ايه قال لها قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو يبقى الرب يسوع قال للمراه سمرية ان اللي بيكلمك الان اللي واقف قدامك وبيكلمك الان هو المسيح هو المسيح خلوا بالك فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو لما أنا أكون واقف مع واحد وبعدين يقول لي أنا عارف إنه إنه في مثلا شخص بيقدم برنامج على قناة الحياة اسمه الدكتور أشرف وبعدين أقول له أنا هو اللي بيكلمك يبقى أنا بأكد على نفسي حقيقة هذه الشخصية ولا بنفيها عن نفسي بأكدها بقى فالمسيح هنا بيأكد للمرأة السامرية ان هو هو المسيح انا هو الذي اكلمك انا نفس الشخص الذي تحدثت عنه النبوات في العهد القديم انا اللي واقف قدامك وبكلمك وعشان كده لو رحنا الى حتى النص اليوناني بأكد لنا هذه العبارة ايجو ايمي واحنا عارفين حتى كلمة ايجو ايمي هي عبارة عن أهيا الذي أهيا هي ترجمة لاسم الله يهوى في العهد القديم لو رحنا الى آآ آآ سلايت اخر وانا حابب في الجزء ده أوري حضراتكم ازاي الرب يسوع لم يكتفي باعترافها انها انه مجرد رجل عظيم ولم يكتفي باعترافها انه هو نبي لكن الرب يسوع خدها في الكلام إلى أن أدركت أنه هو المسيح لأنه بدون إدراك لحقيقة أن المسيح هو المخلص المسيح المعين من الله لخلاص البشر لا يوجد للإنسان خلاص فالرب يسوع خدها في أول خطوة قالت له أنت رجل يهودي أنت جاي تتكلم معايا إزاي وأنا امرأة سامرية وأنت رجل يهودي ده أول إدراك لشخص المسيح أنه هو شخص يهودي لكن المسيح ما وقفش هنا وقال لها برافو عليكي انت كده يعني وصلت الى حقيقة المعرفة المسيح خدها خطوة تاني في كلامه انه قالت له انك انت انت اعظم من ابونا ارى هل انت اعظم من ابونا يعقوب هل انت اعظم من ابونا يعقوب ابونا يعقوب ادينا البير دي. وانت بتقول انه عندك ميه اللي يشرب من هذه الميه لا يعطش ابدا، فهل انت اعظم من ابونا يعقوب؟ المسيح خدها الى درجه اخرى وثالثه لما قالت له ارى انك نبي. رب يسوع بدا يتكلم معاها وبدا يظهر لها بعض الامور فقالت له ارى انك نبي، وبعدين الاعتراف بقى الخطوه الاخيره انه قال لها انا هو المسيح انا الذي اكلمك هو وده حقيقة لما المسيح بيقول انا هو المسيح المسيح بيقول وهو في فكره نبوة ميخا وهو في فكره نبوة اشعياء وهو في فكره الاعلان الإلهي عن طبيعة شخص المسيح انه اعظم من كونه نبي أعظم من كونه إنسان هو أزلي هو أزلي هو قبل أن يكون ال... الكون هو كائن هو ما خارجه منذ الأزل كويس ده أول أول حقيقة بنشوفها المسيح قال عن نفسه إن هو المسيا إن هو المسيا طيب نيجي إلى أمر آخر وهو جزء آخر في دراستنا عن الاعلان المسيح عن نفسه ان هو المسيح وهذه هي الحياه الابديه كويس المسيح المره الثانيه في يوحنا 17 انه وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي ارسلته يبقى الحياه الابديه ها الحياه الابديه هي في معرفه الله الاب وفي معرفه الكلمه المتجسد شخص يسوع المسيح الاعلان الحقيقي عن شخص الله ده يسوع المسيح من راني فقد راى الاب فمش ممكن ابدا نعرف الله بدون يسوع المسيح عشان كده الرب يسوع قال ان الحياه الابديه او طريق للحياه الابديه او تعريف الحياه الابديه ان الحياه الابديه متضمنه في الايمان ب الله الاب والايمان بشخص الكلمه المتجسد شخص يسوع المسيح وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي ويسوع المسيح الذي الذي ارسلته. طيب نيجي الى الى حقيقه اخرى واعلان اخر عن يسوع المسيح يعلن فيه عن نفسه. يقول الكتاب ايه؟ اثناء محاكمته فساله رئيس الكهنه رئيس الكهنة سأله. قال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ وهنا أنا عايز حضراتكم بس تبقوا يعني وأنتم بتقروا الجزء ده معايا إنه تعرفوا ليه رد فعل رئيس الكهنة كان بهذه القسوة. أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو إيجو إيمي أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء وأول ما قال الرب يسوع هذا الكلام يقول الكتاب أن رئيس الكهنة مزق مزق ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود إنه إيه؟ إنه يجدب الرب يسوع بكلامه وبقوله إني أنا هو ابن الله المبارك الابن المتجسد الكلمة الذي صار جسدا أأنت المسيح كويس والمسيح قال أنا هو أنا هو اليهودي مدرك أن المسيح في نبوات العهد القديم وأيضا ابن الإنسان ونتكلم عنها هو مجرد أعظم من كونه مجرد إنسان وعش كده مزق ثيابه واتهموا يسوع بالتجديف وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود احنا لو مش عندنا الخلفية دي يبقى صعب او علينا ان احنا نفهم كلام المسيح عن نفسه انه هو المسيح كمان في اخرين قالوا عن المسيح انه المسيح والرب يسوع طوبهم والرب يسوع مدحهم وقال عنهم يعني كلام جميل بطرس لما الرب يسوع قال من من يقول الناس اني انا ابن الانسان وبطرس وقتها قال له انت هو المسيح ابن الله الحي كويس المسيح له كل المجد ما قالش ازاي تقول الكلام ده وموبخش بطرس لكن بالعكس ده المسيح قال ايه لبطرس المسيح قال لبطرس طوبى لك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات انه الاعلان على انه المسيح هو شخص المسيح ابن الله الحي اتى بالروح القدس من الاب لبطرس عشان كده بولس يقول لنا لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس فعلا محتاجه الى استناره قلبيه ان الله يصنع هذه الاستناره في قلب الانسان فيدرك ان شخص المسيح هو ابن الله الحي. طوبى لك يا سمعان ابن يونى الرب يسوع مدحه عندما اعلن هذا الاعلان. طيب نيجي لجزء اخر وايضا شهاده اخرين عن الرب يسوع. في يوحنا اصحاح 25 يوحنا اصحاح 25 وفي عدد 27. يقول لنا ايه؟ قال لها يسوع لما بيتكلم انه دي اساسا سوري دي يوحنا اصحاح 11 عدد 25 الى 27 قال لها يسوع انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يرى فلن يموت الى الابد اتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم دي إعلانات كتير جدا عن شخص يسوع المسيح على إنه هو المسيح المسيح وقلت زي ما قلت إن المسيح هو الشخص اللي في العهد القديم هو بحسب الجسد ابن داود لكنه أعظم من كونه إنسان هو شخص أزلي هو أيضا آآ آآ عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام هو الأبدي هو الأزلي هو الشخص العجيب جدا اللي قال عنه في مزمور 110 كويس إنه قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك وهنا بيتكلم داود بيتكلم عنه فاذا كان هو ابن داود بحسب الجسد فهذه حقيقة لكن كيف يدعوه داود ربا وان كان هو ابن داود كيف يدعوه داود ربا ان لم يكن هو بالحقيقة رب داود الأزلي الأبدي كلي الوجود الاله الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا طيب أجي إلى جزء آخر ومهم جدا في دراستنا إحنا قلنا أنه أول وصف هو للمسيح هو المسيح كويس الوصف الثاني بقى للشخص المسيح وده وصف مهم جدا أو اسم مهم جدا هو أنه ابن الإنسان ابن الإنسان ابن الإنسان من الدراسات الجميلة جدا اللي واحد ممكن يدرسها هي لقب ابن الانسان في الاناجيل بالاخص في الاناجيل الثلاثه وكمان في انجيل يوحنا لكنه من الالقاب المهمه جدا في دراستنا لشخص يسوع المسيح وبالاخص لما نيجي ندرس عن من هو يسوع المسيح لقب ابن الانسان ذكر في متى وفي مرقس وفي لوقا 69 مره كويس يبقى يعني ذكر في الاناجيل الثلاثه او بنسميها اللي هي ساينوبتيك جاسبيلز الاناجيل المتشابهه الثلاثه ذكر فيها 69 مره وذكر في انجيل يوحنا 13 مره فاحنا لو حطينا 69 واضفنا اليها 13 هيبقى عندي اللقب ده ذكر في الاربع اناجيل 82 مره 82 مره العجيب بقى العجيب والجميل في نفس الوقت انه في كل المرات التي ذكر فيها هذا اللقب كان يسوع هو المتحدث عن نفسه يعني إيه أكثر واحد استخدمه عن نفسه هو الرب يسوع نفسه لكل المجد في مرات كثيرة كان يقول ابن الإنسان ابن الإنسان أما ابن الإنسان فقد جاء ابن الإنسان يرسل ملائكته ابن الإنسان يغفر الخطايا ابن الإنسان يدين يعني الاستخدامات الكثيرة لهذا اللقب كانت من شخص الرب يسوع نفسه أنه, إنه بيقول عن نفسه أنه هو ابن الإنسان فقط ثلاث مرات اللقب ده استخدمه البعض اللي يتكلم بيه عن المسيح يبقى على الاقل تسعة 79 مره الرب يسوع اتكلم عن نفسه ولقب نفسه بانه هو ابن الانسان ايه بقى اهميته اهميه اللقب ده مهمه جدا لانه بيكلمنا عن مين هو يسوع المسيح يعني نعرف من خلاله مين هو يسوع المسيح اللقب ده بيتناول حياة المسيح من ثلاث جوانب. من ثلاث جوانب مهمين جدا. يعني اللقب ده لما نيجي ندرس المرات اللي ذكر فيها هنجده انه بيغطي ثلاث جوانب من حياة رب المجد. أول جانب هبدأه من اليمين هنا، أول جانب انه بيغطي خدمته الأرضية. انه ابن الانسان جاء لكي يطلب ما قد هلك انه ابن الانسان قد آه جاء لكي يبذل نفسه فديه عن, آه عن كثيرين آه بيتكلم عن خدمته الارضيه آه آه انه انه يصنع معجزات انه يشفي انه يقيم انه آه جاء لكي آه يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس فاللقب ده هو بيغطي أو مرتبط بخدمة المسيح الأرضية لكنه أيضا بيغطي جانب آخر مهم جدا وهو بيغطي الألم والصلب إنه, إنه ابن الإنسان هيتألم ابن الإنسان يصلب ابن الإنسان يبثق في وجهه ابن الإنسان يعير ابن الإنسان يعني يموت فمرات كثيرة الرب يسوع اتكلم عن ابن الانسان وارتباطه بالالم والموت انه انه الجزء اللي جاي من اجله او الهدف اللي جاي من اجله هو الالم والموت، لكنه كمان مرتبط بظهوره في المجد انه ترون ابن الانسان اتيا على سحاب المجد اتيا على سحاب المجد، فعش كده يعني اللقب ده بيغطي حياه المسيح كلها بيغطي خدمته الارضيه، بيغطي الالم والموت وبيغطي ايضا ظهوره ومجيئه في مجده اللي هو المجيء الثاني وعشان كده مهم جدا واحنا بندرس اللقب دون ان احنا نحط كل الايات دي جنب بعض ونشوف الرب يسوع ازاي يتكلم عن نفسه وباي طريقه اللقب دون قدم لنا شخص يسوع المسيح نقل الى خدمته الارضيه خدمه الرب يسوع الارضيه والألم والصلب الحاجتين دول كويس تموا في المجيء الأول في مجيء الرب يسوع الأول يعني في مجيئه الأول عاش خدم كان يقول يصنع خيرا يطلب ما قد هلك أسلم صلب مات قام من من بين الأموات إنما الجزء الثالث بقى ظهوره في المجد ده مرتبط بالمجيء الثاني، يبقى لقب ابن الانسان مرتبط بالمجيء الاول وبالمجيء الثاني، حاجتين اتحققوا في المجيء الاول والجزء الاخير ظهوره في المجد هيبقى يتحقق في مجيئه الثاني على السحاب. معانا تليفون من ايمن من فرنسا. ايوه السلام ونعم لك. سلام ونعمة حبيبي. اولا انا اسمح لي اعمل مداخلة معاك في هذا الموضوع المهم جدا. اه اتفضل. اولا دعنا اقول ان من يقرا طبعا كونه مسلم أه وكمحايد من يقرا بتمعن الكتاب المقدس يا استاذ الفاضل لا يمكن الا ان يخرج الا بنتيجه واحده وهو ان المسيح ليس هو الله وانا اعطيك شرح بسيط جدا يوحنا أيه. ان يحنى انت بديت فيه يوحنا قال إن بدي كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله لما تواصل القراءه بتمعن تكتشف يوحنا وضح ما قاله في في بدايه كلامه من الاصحاح نفسه يقول لنا ان يسوع هو الكلمه وبما ان الكلمه كما قال يوحنا هو الله انتم استخلصتم ان الابن والاب هما هم في لاء واحد طبعا هذا من منطلق ايمانك المسيحي لكن المسيحي بيبلع الكلام دون فهم او بحث وانا بطبعي لما المعلم بيشرح لي الدرس محصولش على معلومات اضافيه منه مثلا جاء الى معلم اخر أيوه. بقاعده علميه طيب خلينا خلينا مع المعلم يوحنا الاول ويعطينا و... و... هو اصلا الحال اي خلاف هو قالوا في البدايه واستعصى علينا فهمه هو وضحه يقول يوحنا في العدد واحد الله القادر على كل شيء لم يره احد قط حطها بين مع انه الله هو المسيح بتاعكم ده شافوه الله القادر على كل شيء لم يره احد قط المعلم يوحنا نسي انه قال لنا في بدايه كلامه ان الكلم هو يسوع الكلمه جزء من الله الكلم هو يسوع وصار جسدا هذا الجسد مش جسد زي ولا, ولا 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 ولا, زيك لا هذا الكلمه الجسد هذه الكلمه وهل وحل بيننا وراينا مجده بالاول قال لم يره حقا والان قال وراينا مجده طب ماشي وانا ارد على على يوحنا واقول له الـ 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 الابن والاب في, في, في الثالوث اللي هو الله الناس رأوا يسوع وانت قلت لم يروا احد قط اذا كيف يكون الابن هو نفسه الله الم تقل يا يوحنا ان الكلمه كان عند الله كيف يكون هذا الشخص كيف يمكن ان يكون الشخص عند شخص اخر ويكون هو نفسه ذلك الشخص الاخر في ان آل واحد يا استاذ طيب. الفاضل لو انت قلت لابنك وانت في البيت قلت له أبدا في الجالس جنبك اذهب يا بني وافتح لي الباب فانا قادم من الخارج الان لينظر اليك ابنك مجدوها لما يقول لك لان هذا الكلام يدخل من يقوله في زمره المجانين. طيب خليني خليني بس أتن يعني اتناقش معاك في, ال في الجزء ده لانه اللي انت بتطرحه آه مهم وانا حابب انه آه آه يعني آه 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 ارد على بعض ال القراءات اللي انت قرأتها من انجيل يوحنا كويس؟ هو طبعا آه انا عارف انه هقول ايه الشيء ال 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 اللي واقف في في زور المسلم هو ادراكه لطبيعه الله كويس؟ يعني مش قادر يدرك انه الله واحد لكنه في نفس الوقت الله مثلث الاقانيم، احنا مش بنعبد ثلاث آلهة كويس؟ احنا بنعبد إله واحد لكن هذا الاله الواحد له ذاته له كلمته وله روحه فاحنا الثلاث التلت اقانيم دول ليسوا ثلاث اشخاص وبالتالي هم جوهر واحد طبيعه واحده ما بينفصلوش عن بعض لكن لما اقول انه الكلمه لما يقول الكتاب هنا في البدء كان الكلمه انهي بدء كان الكلمه ما انت اذا كانت الكلمه موجود اذا كان الكلمه موجود في البدء يبقى ما فيش حد موجود منذ البدء الا شخص الله نفسه ما فيش انسان يبقى موجود من البدء، فلما يقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله لانه الكلمه صار جسد فيما بعد اتكلم عنه، لكنه في نفس الوقت هو عند الله لانه اللاهوت لا ينفصل ولا يتجزأ لكنه بالظبط خليني 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 اشبه لحضرتك بصوره بسيطه يمكن كل التشبيهات البشريه بتعجز قدام هذا الإعلان الإلهي كويس عن شخص يسوع لكنه على الأقل ممكن يبقى بيوضح لنا ولو جزء بسيط بصورة يعني مدركة أنا لو قدامي هذه الكوباية هذه الكاسة كويس وفاضية لكن هذه الكاسة الفاضية فيها هواء فيها هواء الهواء ده لم ينفصل عن الهواء اللي بره هو نفس نفس المكونات نفس العناصر نفس التكوين كل اللي اختلف انه هذا الهواء اللي جوه الكاسه اخذ شكل الكاسه اخذ شكل الكوبايه. بالضبط الكلمه صار جسدا اللاهوت صار في الجسد صار جسدا لكنه في نفس الوقت لم ينفصل عن الله الآب ينفصل عن اللاهوت نهائي لم ينفصل ويصير لوحده في العالم لكنه نفس نفس المتصل بالآب لكنه أخذ شكل الكباية صار إلينا في جسد صار جسدا صار جسدا لم يحدث تغيير في شخص المسيح لم يحصل تبديل في صفاته هو هو عشان كده أوقات كتير لما بنقرأ الأناجيل بنقف قدام هذا الشخص، من هو هذا الشخص؟ آه بحسب الجسد بيتألم، بحسب الجسد اللي بره دون بيتألم، بيجوع، بيعطش، لأنه هو أخذ صورة إنسان. لكنه في نفس الوقت اللاهوت، الله روح لا ينفصل، لا يتجزأ. هو روح موجود في كل مكان. لكنه صار لينا كإنسان هذا الفهم لحقيقة الثالوث وأنا عارف أنه من أكبر الأشياء اللي ممكن بيقف قدامها الإخوة المسلمين وبيتسألوا هو عن طبيعة الله إزاي أن الله أب وابن وروح قدس وإحنا مش بنعبد ثلاث ألهة وواحد ترك السماء وواحد قاعد هنا في جه الأرض والتاني قاعد في السماء إحنا بنعبد إله واحد لا, لا ينفصل ولا يتجزأ الكلمة صار جسدا الله لم يره أحد قط آه لأن الله في ذاته الله ليس له حدود الله في مجده لا يستطيع الإنسان أن يراه لكن الله ارتدى أن يأتي إلينا الكلمة في هذا الشكل لكي يعيش وسطينا ويتألم من أجلنا لكن هذا لم يؤثر فيه، ولم يغير منه، ولم يبدل من صفاته. حتى وهو على الأرض كان يأمر البحر والريح فيهدأ حتى وهو على الأرض كان بيغفر حتى وهو على الأرض كان بيعلن أنه هو معطي الحياة ورب الحياة حتى وهو على الأرض كان يعني يقول فيكون يأمر فيصير لكنه في أوقات كثيرة بنراه أيضا بالجسد بنراه الصورة الخارجية اللي كان فيها بالجسد لكنه هذا لا يتعارض ابدا مع اعلان يسوع عن نفسه، اقرا الاناجيل وشوف المسيح قال ايه عن نفسه، ولما تقف قدام اللي قاله المسيح عن نفسه اسال نفسك سؤال، هل في انسان يستطيع ان يقول ما قاله يسوع عن نفسه؟ هل في انسان يقدر كده؟ ليه, ليه ليه رسول الاسلام لم يقل شيء واحد عن نفسه مما قاله يسوع المسيح؟ ليه ليه ما قالش انا بعطي الحياه؟ لانه لا يمتلكها. ليه ما قالش مغفوره لكم خطاياكم؟ لانه لا يستطيع. ليه ما قالش انا هاجي لكي لكي ادين؟ لانه ليس في يده الدينونه. الحاجات دي كلها بتاعت الرب الله. لكن لما تيجي عند المسيح وتقف قدامه وهو بيقول الحاجات دي انت بالظبط زي ما قال سي اس لويس انت قدامك ثلاث اختيارات. الاختيار الاولاني ان يكون هذا شخص كذاب في كل ما قاله كذاب هو بيقول حاجات غير حقيقية وطبعا لما ندرس حياة المسيح مش ممكن أبدا نرى في قداسة هذا الشخص أنه ممكن يكون كذاب الذي لا يستطيع أحد أن يبكته ولا على خطية واحدة ممكن الإخ... زي ما قال سيس لويس أنه قدامنا يعني أمر آخر انه طبعا مش كذاب يبقى مخادع بيخدع الناس بيقول حاجات مش حقيقية. أو إنه مجنون سامحوني في اللفظ. إنه بيدعي حاجات عن نفسه غير غير موجودة. بس لما ندرس حياة المسيح مش ممكن أبدا حتى الاحتمال ده يخطر على بالنا. يبقى الاحتمال الثالث وهو الأصدق أن المسيح في كل ما قاله عن نفسه هو حق وصدق. فإذا كان المسيح قال عن نفسه هذه الأمور وهي حق وصدق هذه الأمور تجعلني أرى يسوع المسيح أعظم من كونه إنسان ده ما فيهاش ثالث أنا ما باخدش المسيح كما صوروا لي القرآن لأن القرآن أساسا أتى بعد المسيح ب سنة فمش ممكن حتى شهادته تقبل عن شخص المسيح أنا لا أقبل شهادته عن المسيح ولا أعترف بها عن المسيح لأنه لم يكن شاهد عيان لم يكن شاهد عيان كويس ولم يكن من اتباع المسيح ولم يعش مع المسيح ولم يرى المسيح ولم يتلامس مع المسيح ولم يسمع المسيح لكن ده واحد جالي بعد 600 سنه من قيامه المسيح وصعوده وقدم لي صوره مختلفه عن الصوره الحقيقيه اللي اللي قدمها كل الاناجيل عن شخص يسوع المسيح شهود العيان عنه فبالتالي انا ما اقبلهاش أنا بالنسبة لي اللي محطوط في موقف صعب ويحتاج إنه يثبت مصداقيته ليس الإنجيل اللي محطوط في موقف صعب ويحتاج إنه يثبت مصداقيته هو القرآن أنت جاي لي بشيء مختلف اثبت لي اللي أنت بتقوله صح فاحنا لا ندافع عن المسيح ولا ندافع عن المسيحية أعتقد إنه اللي محطوط في موقف هو ويحتاج إنه يدافع عن نفسه وعن ما قالوا عن المسيح هو القرآن نفسه. وأنا النهارده بسأل الإخوة المسلمين اثبتوا لي اللي إنتوا بتقولوه ده صح. اثبتوا لي إن هو لم لم يمت، اثبتوا لي إن هو لم يقم، اثبتوا لي إن هو مش هيأتي تاني للدينونة، اثبتوا لي إن هو لم يشفي، اثبتوا لي إن هو لم يقل المغفورة لك خطاياك، اثبتوا لي ده. مفيش. لا مصداقية تاريخية ولا مصداقية منطقية ولا ولا أي شيء. عشان كده نيجي للجزء المهم وهو اتكلمنا عن ابن الإنسان. ابن الإنسان. ابن الإنسان من الـ الـ الألقاب المهمة جدا لشخص المسيح. خلوني آآ آآ نشاهد فيديو لأنه الفيديو دون بيورينا قد إيه فعلا لما شخص مسلم يدرس لقب ابن الانسان بيتلخبط يعني بيبقى قدامه هو مش عارف هو هو ده بيوصف ايه طب الحاجات اللي قالها المسيح عن نفسه دي دي كلها حاجات الله فهو بيقف قدام هذا اللقب ويقول طب ازاي المسيح يقول الحاجات دي عن نفسه؟ ازاي الحاجات دي كلها بتاعت الله وحده؟ وعشان كده الفيديو اللي جاي آه يعني آه الأخ اللي فيه أثبت لنا إن المسيح هو الله وهو بيحاول ينكر أن المسيح آه هو الله يعني هو بيحاول ينفي الحقيقة دي لكنه آه من خلال كلامه آه أثبت لنا إنه آه آه إنه فعلا المسيح هو آه هو شخص الله الظاهر في الكأس خلينا نشوف الفيديو وبعدين نكمل دراستنا عن ابن الإنسان ما هو الديان من هو رب السبت؟ من هو الذي يغفر الخطايا؟ من هو الذي يرسل الملائكه؟ او من هو الذي سيجازي كل واحد حسب عمله؟ طبعا الكلام اكيد ما لهاش غير اجابه واحده الله هو اللي يدين الناس وهيجازي كل واحد حسب عمله وهيرسل الملائكه ويغفر الخطايا وهو رب السبت و إلى اخره. متاكدين من المعلومه دي؟ متاكدين من المعلومه دي؟ جميل فعلا كلام عقلاني، كلام منطقي لا غبار عليه. ولكن في مشكلة كبيرة جدا. في مشكلة، تعرفوا مين هو رب السد؟ تعرفوا مين هو الديان؟ تعرفوا مين هو اللي بيغفر الخطايا؟ تعرفوا مين هو اللي بيرسل الملائكة؟ تعرفوا مين هو اللي هيجازي كل واحد حسب عمله؟ تعالوا نقرأ في الكتاب المقدس. مفاجأة. في إنجيل متى 16 27، يقول النص فان ابن الانسان سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الله مين اللي هيجازي كل واحد حسب عمله ابن الانسان طيب تعال نقرا تاني متى 13 41 يرسل ابن الانسان ملائكته يرسل ابن الانسان ملائكته الله مين اللي هيرسل الملائكه ابن الانسان جميل متى 12 8 فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ابن الإنسان هو رب السبت أيضا، يبقى ابن الإنسان هو الديان هو الذي سيرسل الملائكة هو رب السبت. طيب، تعالوا نقرأ متى 9 6 الذي يغفر الخطايا، يقول النص: ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. أي أن ابن الإنسان والذي يغفر الخطايا ويجازي كل واحد حسب عمله وهو الديان وهو ابن الانسان و, و إلى اخره. مين؟ زي ما بتقول النصوص ابن الانسان، الله مش احنا اثبتنا ان ابن الانسان دي معناها الناسوت؟ شفتوا الربط؟ اتمنى ان تركزوا في النقطه دي كويس جدا، مش احنا اثبتنا ان ابن الانسان معناها الناسوت؟ اه اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك. من عدة مراجع وعلى رأسها الكتاب المقدس كلام البابا شنودة وكلام الأنبا موسى ودائرة المعارف الكتابية وإن أردتم إن شاء الله أزيدكم لكن بس علشان ما نطولش على حضراتكم وما نطولش على الكمس زكريا بطرس ابن الإنسان هو الديان ابن الإنسان هو غفر الخطايا وابن الإنسان هو الناسوت إذا الناسوت هو الذي يغفر الخطايا الناسوت هو الذي سيجازي كل واحد حسب عمله إذا الناسوت هو رب السبت أيضا إذا الناسوت هو الذي يرسل الملائكة طبعا الفيديو ده عجب حضراتكم لانه هو هو عايز ينفي لاهوت المسيح فجه عند لقب ابن الانسان واكتشف انه الحاجات اللي بيعملها ابن الانسان دي حاجات ما يعملها من البشر غير شخص الله. يعني فهو بيحاول هو واقع في في ديليما في يعني يعني معضله هو هو عايز ينفي عن المسيح لاهوته لكن في نفس الوقت ذكر كل الايات اللي تثبت لاهوته عن ابن الانسان. فانا بشكره يعني على هذا الامر. ابن الانسان عشان نقدر نفهم هذا اللقب ونقدر نفهم ابعاده ولما المسيح اتكلم عن نفسه عن ابن الانسان ابن الانسان لما نرجع لاصل استخدام هذا اللقب لابد ان احنا نرجع الى سفر دانيال في العهد القديم كويس وفي اصحاح سبعه وفي عدد 13 الى 14 يقول لنا ايه؟ كنت ارى في رؤى الليل واذ مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض، اقراها مره ثانيه لانها مهمه جدا هذه النبوه في سفر دانيال. كنت ارى في رؤى الليل واذ مع سحب السماء مثل ابن الانسان ده اول مره رؤيه شافها دانيال وشاف في السماء عشان كده لما نتكلم عن انه ياتي مع السحاب او من السماء مهمه جدا اتى وجاء الى قديم الايام هو فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض، خلوا بالكم ان هذه النبوه اعطيت الى دانيال واعطيت الى اليهود واليهودي يعلم جيدا للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد العباده الحقيقيه هي ليهوى يهوى هو الرب. اليهودي اذا عبد اي شيء اخر صار يعبد الاوثان. لكنه عبادته هي عباده لشخص يهوى وهنا في النص ده في العهد القديم يقول لتتعبد له كل الشعوب وكلمه تتعبد ليس معناها يعني تقديم الاحترام كلمه تتعبد يعني to worship, انك تعبد انك تسجد انه تتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه وبعدين سلطانه سلطان ابدي خلوا بالكم الالقاب او الاوصاف دي لا يمكن ابدا تنطبق على على شخص على انسان مش ممكن وملا... ما لا وملكوت وما لا يزول وملكوته ما لا ينقرض كل الممالك العالم انقرضت اين اين مملكه مصر القديمه انقرضت اين بابل وفارس انقرض اين اليونان اين الرومان أين 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 انجلترا؟ أين هذه الممالك كلها انقرضت؟ لكن ملكوت المسيح ملكوت أبدي، ملكوت أبدي. وعشان كده النص ده نص مهم جدا، لما نيجي بقى ونطبقه على شخص المسيح في العهد الجديد ونشوف استخدامات الرب يسوع لهذا اللقب ابن الإنسان، نقف قدام إعلانه عن نفسه ان هو شخص أبدي أزلي هو الله الذي ظهر في الجسد ومع أن الناسوت أو الناس ابن الإنسان لقب إلى حد ما بيقدم الإنسان الكامل يسوع المسيح إلا أنه أيضا لقب بيأكد لنا لاهوت المسيح هنتكلم عن هذا الجزء بإذن يسوع في الحلقة القادمة فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم